السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في البارت الخامس من البلوك الأول لمادة TT284. هنتكلم على ثلاث نقط رئيسية. أول مصطلح هو التايبوغرافي، هو عبارة عن مجموعة من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نصمم الموقع بطريقة سليمة تسهل على المستخدم إن هو يدور على المعلومة اللي هو عايزها. النقطة الثانية هنتكلم على الطرق المستخدمة لتمثيل الألوان في لغات تصميم مواقع إنترنت زي ال HTML أو ال CSS وهكذا. النقطة الثالثة هنتكلم على أنواع الصور المختلفة، على سبيل المثال اللي هي الجيف والجبي جي والبي إن جي والإس في جي والاختلافات ما بينها من حيث نوع الضغط وعدد الألوان اللي كل واحدة منهم بتدعمها. أول مصطلح هنبدأ بيه مصطلح التايبوغرافي. التايبوغرافي هو عبارة عن مجموعة من القواعد اللي احنا بنستخدمها علشان نصمم الموقع بطريقة سليمة. فهو بيبدأ يقول لي إيه؟ يقول لي هنا إنه في مجموعة من القواعد والمبادئ اللي احنا لازم نحطها في الاعتبار لما نيجي نصمم موقع إنترنت. أول حاجة إن احنا نختار عدد محدود من الخطوط وأحجام الخطوط، يعني ما ينفعش الموقع اللي موجود عندي أستخدم فيه خط حجمه 12 و14 و16 و18 و20، لا غالبا بيكون حجمين 2 أو 3 أحجام وفقط. الحاجة التانية لازم نختار أنواع الخطوط اللي بيكون منتشرة، لأن لو أنا استخدمت خط من الخطوط النادرة والغير منتشرة على أجهزة الكمبيوتر عموما، اللي هيحصل إن البراوزر الخاص باليوزر هيستخدم الديفولت فونت اللي هو موجود عنده، وبالتالي كل التأثيرات اللي أنا كنت مراعيها في تصميم الموقع هيتم إزالتها. النقطة الثالثة إن أنا بصمم لليوزابيليتي، يعني بحاول أصمم الموقع اللي موجود عندي في أبسط أسلوب أو أبسط صورة. النقطة الرابعة إن أنا بتجنب استخدام تكست كصور في الموقع الخاص بيا. هنعرف دلوقتي ايه عيوب الموضوع ده. يبقى اذا دلوقتي التايبوغرافي هي عباره عن تحديد وضع العناصر والقوائم في الصفحه اما نيجي نصمم الموقع. ليه؟ عشان نحسن طريقه العرض، وبالتالي بنسهل على اليوزر ان هو يتصفح الموقع وبنساعده عشان يجيب المعلومه المطلوبه بسهوله. يبقى اذا التايبوغرافي deals with تتعامل مع طريقه وضع العناصر، how elements are placed and menus are positioned، يعني بيتم وضعها في حتة. كل ده ليه؟ عشان نعمل عملية improve للسايت usability، بنحسن مستوى استخدام الموقع اللي موجود عندي وبنساعد اليوزر عشان يدور على المعلومة اللي هو عايزها بطريقة أفضل. التايبوغرافي كمان هو البالانس، التوازن ما بين وضع مكونات العنصر على الصفحة عشان نسهل على اليوزر ان هو يفهم محتوى الموقع. التايبوغرافي بيعتمد على التناقض الواضح ما بين الخطوط والألوان المستخدمة في العناوين والعناوين الفرعية لإبراز المحتوى، يعني مثلا العناوين الرئيسية حديها خط معين، العناوين الفرعية خط تاني وهكذا. خلي بال حضراتكم أنه فيه أنواع من الخطوط بتستخدم للطباعة وأنواع أخرى بتستخدم للعرض على الشاشة. فهو بيقول لي هنا لما نيجي نصمم موقع لازم نستخدم الخطوط اللي بتستخدم للشاشة زي فيرنادا أو جورجيا. نيجي نتكلم على بند تاني اللي هو استخدام التكست كجرافيك. في بدايات الإنترنت مثلا، ممكن يكون في سنة 98 أو حاجة، كانت في مشاكل بتقابل المستخدمين العرب في عرض المواقع. كنا نيجي نعرض أي صفحة يجي يقول لك الترميز غير مستخدم، أو يعرض الحروف اللي موجودة على موقع الإنترنت على شكل رموز غريبة كده. فكان في مواقع بتلجأ لإيه؟ إنها تكتب الكلام باللغة العربية لكن على الفوتوشوب وتحط الصور ديت على الموقع. هو الأسلوب ده كان بيعرض الصورة سليمة جدا لكن كان ليه مشاكل. إيه عيوبه؟ هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى بيقول لي هنا إنه فيه اتنين disadvantages، فيه عيبين للأسلوب دوت. إن النص اللي موجود عندي مش هيتم فهرسته باستخدام محركات البحث. ليه؟ لأن محرك البحث مش هيقدر يعمل indexing للصورة. يبقى إذا التكست اللي مقدم على شكل جرافيك مش هيتم فهرسته باستخدام محركات البحث. الحاجة التانية إنه في بعض الأشخاص اللي بيكون عندهم إعاقات بصرية أو أي نوع من أنواع الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة عموما، بيستخدم برامج كمبيوتر عشان يقرأ محتوى الصفحة. فلو أنا حطيت له الكلام على شكل صورة، البرنامج مش هيفهم الصورة نفسها. يبقى إذن لن يمكن فهم التصميم ببرامج اللي هي Screen Reader، وبالتالي أنا مش بساعد اليوزر ده، أنا بصعب الأمر على اليوزر. طبعا عشان نحل المشكلة ديت
احنا بنستخدم الالترناتيف تكست او اللي هي اللونج ديسكريبشن او مع ملفات الصوت، فاحنا بنحاول نحط ترانسكريبت او اللي هو السكريبت الخاص بالحوار اللي موجود في الملف الصوتي. نتكلم على البند الثاني اللي هو الطرق المختلفه لتمثيل الالوان في السي اس اس. معظم الالوان اللي موجوده عندي هي عباره عن خلطه من الثلاث الوان دي اللي هم الريد والجرين والبلو. السي اس اس فيها ثلاث طرق مختلفه لتمثيل الالوان، يا اما بنستخدم اسم اللون، يا اما بنستخدم الهكسا ديسيمال فاليو، او اللي هو الريد جرين بلو او اللي هو الار جي بي. لو احنا عندنا اللون الاحمر اللي هو الريد نكتبه ازاي او نمثله ازاي؟ بنكتب color وبنكتب نقطتين اللي هي بيفصل ما بين الاتريبيوت وما بين الفاليو ونكتب red، خلاص ادي واحدة. او نكتب color ونكتب الهكسا ديسيمال فاليو المناظر ليه. حضراتكم شايفين هنا ان كل تلات هم عبارة عن ست ارقام، الاتنين كل اتنين بيمثلوا لون، يعني المفروض ان الاتنين دول بيمثلوا الريد والاتنين دول بيمثلوا الجرين والاتنين دول بيمثلوا البلو. فلو انا عايز الريد يبقى المفروض ان انا احط مكان الريد FF، لو انا عايز الجرين يبقى المفروض ان انا احط مكان اللي هو الصفرين دول احط FF ونخلي الاتنين الاولانيين اصفار والاتنين الاخرانيين اصفار. او ان احنا نستخدم الاسلوب الاخير اللي هو برضه نفس الحكايه، يبقى هنا بيكون في قيم بتبدا من 0 لغايه 255. لو احنا عايزين اللون اللي هو الريد يبقى RGB والكلام ده. مثال هو بيقول لي هنا ان الكالر نيم يا اما يكون بلاك يا اما مثلا سيلفر او جراي او وايت، دي المسميات للالوان. او الهكس ديسيمال فاليو المناظر ليها او الار جي بي فاليو المناظر ليها. طبعا بلاك معنى كده انه ما يكونش فيه اي لون، يعني الار والجي والبي هيكون كلهم اصفار. الوايت يكونوا كلهم موجودين، يبقى هنا 2F 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 او 255 255 255 في حاله الار جي بي. الجدول اللي موجود قدام حضراتكم دوت بيديني اسم اللون وبيديني الهكسا ديسيمال فاليو وبيديني الار جي بي فاليو المناظر ليه. حضراتكم تلاحظوا انه البلاك معنى كده ان الالوان كلها مش موجوده، يبقى هيكون الار والجي والبي كلهم اصفار او الهكسا ديسيمال فاليو كلها اصفار. طب لو هو ابيض يبقى الابيض بينتج عن مزج الثلاث الوان اللي هم الريد والجرين والبلو، فهنلاحظ انه الثلاث الوان هيكونوا موجودين، الريد ال 2F الجرين برضه 2F والبلو 2F وهكذا. بيقول لي هنا ان ال W3C بتحدد اسماء الالوان لمجموعه محدده منها فقط، يعني في اكواد انا ما اعرفش اللون، او خلينا نقول ازاي، خلينا نقول انه ما بين الاحمر والاصفر في عدد كبير من الدرجات اللونيه، انا ما اقدرش اميز اسم اللون ده ايه، لكن ليه كود هيكسا ديسيمال. فهو بيقول لي هنا انه ال W3C بتحدد اسماء الالوان لمجموعه محدوده منها فقط، وبالتالي الباليتة او باليتة الالوان اللي احنا بنستخدمها او عدد الالوان اللي موجود عندي بيكون محدود جدا. انا عندي مسميات لمثلا 25 لون او 26 لون، لكن الاكواد اللي انا ممكن اولدها باستخدام الهكسا ديسيمال او الار جي بي بيكون كتيرة جدا. طيب يبقى اذا بتعطي الهكسا ديسيمال والار جي بي اختيارات اوسع، لكن المشكلة ان الالوان دي ممكن تنعرض بطريقة مختلفة على الاجهزة. ليه؟ لاختلاف الريزوليوشن، يعني اللون اللي ممكن يظهر على الشاشة عندي كلون أحمر ممكن يكون ظاهر في جهاز عالي الدقة أو الريزوليوشن بتاعته عالية كلون أصفر. طب الحل نعمل إيه؟ الحل إن إحنا نحاول نستخدم باليتة ألوان محدودة. يبقى إذا الأفضل إن إحنا نستخدم حاجة اسمها براوزر سيف باليت. البراوزر سيف باليت دي بيكون مكونة من 216 لون، ال 216 لون دول ممكن أعرضهم على معظم البراوزرز والشاشات اللي موجودة عندي من غير ما يكون فيه مشاكل. نيجي نتكلم على الجرافيك فايل فورمات. في أربع أنواع من الصور المستخدمة على الإنترنت، اللي هي الجرافيك انترتشينج فورمات، جوينت ديكاتشر اكسبيرت جروب، بورتابل نتورك جرافيك، والأخيرة اللي هي سكيلابل فيكتور جرافيك فورمات. عايزين نتكلم على كل عنصر من العناصر. هو بيقول لي ان الجرافيك ايمجز ديت هي عباره عن صور مضغوطه باسلوب اسمه لوسلس كومبريشن. لوسلس كومبريشن معناه انه عمليه الكومبريشن او الضغط لا تؤدي لفقدان اي بيانات. الحاجه الثانيه ان الجرافيك انترتشينج فورمات بتمثل كل لون ب 8 بت. يبقى اذا عدد الالوان اللي احنا نقدر نمثلها في حاله الجرافيك انترتشينج فورمات يكونوا 256. جبناها منين؟ لانه هنا هتساوي 2 و 8. يبقى اذا في الجرافيك انترتشينج فورمات كل لون بيتم تمثيله ب 8 بت، يبقى اذا عدد الالوان الكل اللي هيتم تمثيلها عن طريق الجف هيساوي 2 اس 8 اللي هي هتطلع 256.
من أهم الاستخدامات اللي موجودة في الجرافيك انترتشينج فورمات إنها بتدعم خاصية بيسموها ترانسبيرنسي، اللي هي الشفافية، إن أنا آجي في الصورة نفسها وأخلي الخلفية تحت الصورة شفافة، وبالتالي ممكن خلفية الصفحة اللي وراها تظهر. يبقى هنا بيقول لي إن الجرافيك انترتشينج فورمات support transparency which mean that إن ال color of the background يظهر من الصورة نفسها. كمان إن الجرافيك انترتشينج فورمات دي بنستخدمها في عمل الصور الإعلانية اللي هي موجودة على الإنترنت، اللي هي بيسموها الأنيميتد جيفز. نيجي نتكلم على الجوينت بيكتشر اكسبيرت جروب. في حالة الجوينت بيكتشر اكسبيرت جروب احنا بنستخدم لوزي كومبريشن، معنى كده انه عملية الكومبريشن بتؤدي لفقدان بعض الألوان أو بعض البيانات من الصورة. طيب هنا بنستخدم 24 بت لكل بكسل أو لكل لون، معنى كده انه عدد الالوان اللي انا اقدر امثلها باستخدام الجوينت بيكتشر اكسبيرت جروب هيكون 2 اس 24 يديني 16 مليون لون. يبقى في الجيف كنا بنستخدم 8 بت لكل لون، كان عدد الالوان بتاعتي 256. في الجبي جي بنستخدم 24 بت لكل لون، يبقى عدد الالوان 2 اس 24 اللي هي تعادل 16 مليون كم. نيجي نتنقل لحاجة تانية اللي هي البورتابل نتورك جرافيك. هي بتدعم من 8 و16 و24 بت كالر، وبيقول انها ما بتقارنش او مستوى الضغط اللي موجود فيها لا يقارن بالجابي جي. اخر حاجة اسمها سكيلابل فيكتور جرافيك. السكيلابل فيكتور جرافيك دي هي عبارة عن لغة احنا بنستخدمها عشان نوصف العناصر باستخدام الـ XML. يبقى إذن الـ SVG هي عبارة عن Language for Describing Two-Dimensional Graphics in XML. SVG دي بتديني ثلاث أنواع من الـ Graphics، يا إما Vector Graphics يا إما Images أو Text. حضراتكم أنا عايز أوضح نقطة ما بين الـ Vector وما بين الـ Image عموما. لو حد فيكم شاف الصور اللي موجودة في الوورد أرت اللي هي عبارة عن الأسهم والمستطيل والكلام ده، الصور اللي موجودة في الوورد أرت في برنامج الوورد أنا ممكن أكبرها، ولو تلاحظوا حضراتكم إن أنا لو بكبرت المستطيل أو المربع أو السهم والكلام ده ما بيأثرش على الصورة نفسها. لكن لو أنا عندي صور شخصية مثلا أو أي صور زي الجيف أو أي صور على الكمبيوتر وكبرت الصورة مثلا خليتها تاخد مساحة كبيرة، هنلاحظ إنه البيكسلز اللي ما بين الصورة بتظهر، ده لأنها بتتعامل هنا بيتماب. الجدول الأخير ده فيه مقارنة بسيطة ما بين العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى إذا الجف كنا بنستخدم فيها 8 بت، عدد الألوان 256 لون، بنستخدم ال LWZ compression اللي هو lossless compression. في الجابي جي 24 بت، يبقى عدد الألوان 16 مليون اللي هو 2 أس 24 lossy compression. في البي إن جي هو بيقول هنا إن هي بتستخدم 24 بت. في الـ SVG طبعاً هي XML Description of the Image. طبعاً SVG ممكن تيجي لي اختياري يقول لي عرف لي هو إيه المقصود بالـ SVG. ممكن يتكلم على موضوع إن هي بتعمل XML Description، هي أي واحدة منهم اللي بتعمل Description بواسطة الـ XML، طبعاً ما فيش غير SVG.